احنا دلوقتي انطلقنا فعلا من راس البر وعلى سطح مياه النيل، ومعانا الاستاذ عاطف صلاح مدير اداره المصايد. وبرحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. زي ما احنا بنقول احنا انطلقنا في الرحله الجميله دي، رحله الصيد، علشان نتعرف على الصيد على الطبيعه، ودخلنا في قلب الميه. في البدايه لو حبيت اتكلم عن الرحله اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي، احنا ماشيين على ميه النيل. احنا حضرتك دلوقتي ماشيين على ميه النيل عشان هنخرج من البوغاز لمياه البحر. كل مراكب اسطول الصيد هنا في دمياط بترسى في المرسى هنا في نهر النيل، وبتخرج من البوغاز. البوغاز دي فتحه بيشرف عليها قوات حرس الحدود ومندوبين من الثروه السمكيه اللي بيخرج منها مراكب الصيد. مفيش اي مركب صيد تقدر تخرج للمياه البحريه الا من خلال البوغاز اللي بيشرف عليه حرس الحدود ومندوب الثروه السمكيه، عشان ينطلق بقى في رحله الصيد بتاعته في المياه البحريه المصريه. يعني انت دلوقتي احنا خرجنا من البوغاز، اقدر اقول ان احنا ممكن نمشي كام ميل مسموح لنا؟ هو حضرتك احنا يعني المياه الاقليميه المصريه 12 ميل، لكن المياه الاقتصاديه بتاعتنا 200 ميل مسموح لصيادينا سواء المراكب الكبيره او الصغيره ان هو يصطاد في ال 200 ميل المياه الاقتصاديه الخالصه لجمهوريه مصر العربيه. لكن كل مركب على حسب قدراته وعلى حسب امكانياته، ان في مناطق على حسب، لو اتكلمنا مثلا عن مراكب الجر فبيبقى في اعماق معينه الشبكه لها عمق معين ما يقدرش يزيد اكتر من كده، فعلى حسب قدره المركب يقدر يوصل للمكان اللي هو عايزه. طب هو برضه واحنا ماشيين انا لاحظت ان في المراكب اللي واقفه، في منها جديد، في منها مراكب متهالكه جدا، في احجام كتير. المراكب المتهالكه دي يعني ده هي مش عامله اعاقه في المجرى المائي ده، يعني ايه السبب ان هي واقفه هنا؟ هو حضرتك كل الاسطول، يعني زي اللي موجوده ورانا دي. اعتقد حضرتك ان كل الاسطول موجود دلوقتي لان احنا في فتره نوة يعني، لكن المراكب قد يبدو عليها انها فعلا شكلها متهالك، لكنها يعني مراكب قويه وبتستخدم في الصيد وبتمارس الصيد، ومفيش اي مركب من المراكب اللي حضرتك شايفها دي واقفه. كل المراكب دي بتمارس الصيد. قد يبدو انها تكون قديمه شويه لكنها مراكب يعني زي ما بيقولوا باللغه البلدي بتاعتنا عافيه وشغاله وبتطلع انتاج. احنا دلوقتي في وقت النوف، علشان كده كل الاسطول كله موجود الاسطول عندنا. تقريبا واقف لان حضرتك احنا في وقت نوة، ففي صعوبه ان هم يخرجوا للميه. بالنسبه للتعامل بقى اداره المصيد هنا وتنظيم العمل داخل المصيد، ايه الاجراءات اللي بتتم؟ وبالنسبه يعني في الوقت اللي احنا فيه ده، في مراكب كتير قوي بتبقى عايزه تجدد التراخيص بتاعتها، في مراكب جديد بتبقى عايزه تنزل تشتغل في البحر، فيعني ايه طريقه العمل؟ وحضرتك احنا عندنا في دمياط تحديدا اسطول الصيد في دمياط بيمثل تقريبا تلت اسطول الصيد في البحر المتوسط كله. عندنا حوالي 850 مركب آلي. المراكب الآلية حضرتك أربع حرف، هم الحرف الرئيسية اللي موجودة في المياه البحرية: حرفة الجر والشنشلة والسنار والقنار. بخصوص تجديد التراخيص، طب تشرح لنا كده الاربع حرف دول، كل حرفه عملها ايه وطريقه العمل بالظبط؟ احنا يعني اعتقد ان احنا ممكن نأجل الكلام لحد ما نشوف الموضوع ده عملي، لكن هل ده حضرتك نبذه يعني بسرعه مثلا عرفني ايه عن الجر مثلا؟ حرفه الجر مثلا زي المركب اللي احنا شايفينها دي سيادتك. المركب دي حضرتك دي حرفه الجر دي بتشتغل على الاسماك القاعيه. الاسماك القاعيه اللي هو زي الجمبري والمكرونه، اللي بيبقى فيه زي ما حضرتك شايف على جنبين المركب طبالي من الحديد. الطبالي دي بتنزل على الارض، بتنزل الشبكه على قاع البحر، وبيبدا يسحب يجر الشبكه طول ما هو ماشي. ده يعني نبذه بسيطه كده عن حرفه الجر. دي بتشتغل على الاسماك القاعيه اللي هي زي الجنب او يعني يعني بطريقه مبسطه كده بيرمي الشبك بتاعه في الاعماق وفي وبيجرها. طبالي بتبقى راسيه على الجنبين وبتجر الشبكه دي، بتشتغل زي ما قلت لحضرتك التارجت سبيشيز بتاعتها اللي هو يعني تقريبا الجمبري. بعد كده في حرفه تانية اللي هي حرفه الشنشله. حرفه الشنشله دي المفروض انها حرفه بتشتغل في الليالي القمريه اللي هي اللي ما فيهاش قمر، من يوم 20 في الشهر العربي ليوم 10 في الشهر الثاني، الليالي اللي ما فيهاش قمر بيشتغل، لانه بيشتغل على الاسماك اللي هي بتبقى في يعني اسماك اسمها اسماك النور، بيبقى موجود على المركب كلوبات إضاءة بينور في المية، وبيبقى فيه فلوكتين مساعدتين بيلف حوالين المركب بالغزل. السمك بيجي على النور
وبيسحب بعد كده الشبك دي، زي مثلا شبكة يعني دي السردين طريقة صيدها بتبقى متوافقة مع طبيعة السمك نفسه. السمكة بالظبط، اللي هو يعني اغلبه بيشتغل على سمكة السردين. ايوه حرفة الصنار معروف طبعا ان هي الصنارة زي ايوه الصنارة العادية، لكن ده بيبقى خيط طويل ونازل منه سنانير، ايوه واخد بال سيادتك؟ ده بيشتغل بقى على الاسماك اللي هي زي الوقار، ايوه الاسماك اللي هي ذات قيمة اقتصادية عالية يعني. والقنار، القنار ده بيبقى غزل 3 طبقات، ايوه بيشتغل برضو المراكب اللي هي الصغيرة اللي هي قوتها ما بتزيدش عن 40 حصان، بيشتغل على اسماك الموسى يعني دي الاربع دي انواع فكرة، موجودة هنا. فكرة مبسطة عشان المشاهد العادي يقدر يفهم يعني ايه الحرف، لكن التفاصيل طبعا التفاصيل انا والتقنيات افهم مع حضرتك اكتر دلوقتي. اكتر اكتر طب تنظيم العمل بقى بالنسبه لاداره المصيد هنا، وزي ما بقول لحضرتك في واحد مثلا عايز يجدد الترخيص بتاعه، في واحد عايز يبتدي يشتغل من اول وجديد او يجيب مركب جديده في المصيد. حضرتك. احنا بخصوص التراخيص، احنا المفروض ان الرخصة بتجدد سنويا ايوه في موعد لا يتجاوز، يعني الرخصة بتنتهي يوم 31/12، وبندي فترة سماح لمدة 3 شهور لتجديد الترخيص، يعني لحد 31 مارس من السنة اللي بعديها. دي الفترة اللي بيسمح ليها بتجديد الترخيص، واحنا الحقيقة يعني بنتعاون مع الصيادين ان احنا بنسمح له ان هو يجدد رخصته بعد التاريخ ده، يعني بعد 31/3 برضه بنسمح له ان هو يجدد رخصته بتعليمات معالي الوزير ورئيس الدكتور رئيس الهيئة، ان احنا من يعني على اساس ان بيبقى عندهم التزامات مالية زي اقساط التأمين اللي بيدفعها، فبنجدد له بعد التاريخ 31/3 مسموح له عادي ان هو يجدد. يعني بيبقى فيه فترة سماح ان هو يجدد بعدين والقانون بيقول 31/3، لكن احنا يعني بعد 31/3 برضو اي فيها حد مرونة يعني. بيتقدم لنا بتجديد الترخيص بنجدد له. حضرتك احنا بندي مهلة اللي ما يجددش رخصته 3 سنين، يعني في مادة في القانون احنا طوعنا هذه المادة عشان ندي فرصة لصاحب المركب ان هو يعني ممكن نديله فترة سماح 3 سنين احيانا المركب مثلا. خلال ال3 سنين دي يعني هو هتبقى المركب موجودة ما بتطلعش تشتغل، اقول لحضرتك هتشتغل احنا ازاي؟ احيانا المركب بتبقى مثلا لا قدر الله غرقت او مثلا اتكسرت، فبنسمح له في خلال ال3 سنين دول اللي هو اما انه يجدد مركبه او ينشئ مركب جديده ويتقدم لي بطلبات لتجديد الترخيص بجددها له في خلال المده القانونيه اللي هي ال3 سنوات. اما بخصوص التراخيص الجديده فهي كلها احلالات، ما فيش اي تراخيص جديده. بخصوص الحرفتين اللي اتكلمنا عليهم في الاول اللي هو الجر والشنشله، ده من سنه 94 ما فيش تراخيص جديده، لان المسطح المائي اصبح يعني لا يسمح. لا يسمح باضافه رخص جديده. وبخصوص السنار والقنار الحرفتين التانيين من سنة 2004 ما فيش تراخيص جديدة. كل اللي بيتم عمليات إحلال رخصة، يعني مركب مكان مركب على نفس الرخصة. طب بالنسبة لما احنا مش هنقدر يعني لازم نتكلم واحنا في دمياط هنا عن المشاكل اللي بتحصل في المياه الإقليمية، في تجاوزات بتحصل من الصيادين عندنا هنا في مصر، وبالتالي في تجاوزات بتحصل من الدول المجاورة، طبيعتها زادت بعد الثورة، بتتعاملوا معاها ازاي؟ هو احنا مش عايزين نقول ان هي تجاوزات من الصيادين المصريين، لكن هي قلة قليلة جدا يعني احيانا بيبقى خارج بالمركبه علشان يصطاد، يعني احيانا بيدخل المياه الاقليميه لبعض دول الجوار زي ليبيا او تونس، قد يكون ان هو يعني عن جهل ان هو ما قدرش يفرق بين المياه الاقليميه للدوله او المياه الدوليه اللي هو بيشتغل فيها، ودي مشاكل الحياه يعني يا بتسبب حرج للمسؤولين المصريين، لكن برضو يعني عايز اقول ان الصياد المصري يعني اعتقد ان هو مش هنقول معذور، لكن احيانا بيبقى عن جهل تقدير بالمسافات المسافة بتقدير نفسها. المسافه احنا والكلام ده. ملاحظ ان معظم يعني الاسطول هنا برغم العدد والحجم بتاعه، لكن بعض الامكانيات اللي موجوده محتاجه تطوير اكتر الحقيقه لتقدير المسافه وحساب الاميال. هو عنده طبعا كل الاجهزه اللي بتبين له ده، لكن انا يعني مش عايزين نقول ان هي ظاهره، هو المهم ان احنا ما نقولش انها ظاهره، هي قله قليله من الصيادين هي اللي بتتجاوز وبتخترق المياه الاقليميه لدول الجوار. لو احنا اتكلمنا مثلا عن 3 او 4000 مركب صيد في البحر المتوسط، ولما بنلاقي مثلا ان التجاوزات بتنحصر في 3 4 5 حالات، فمش عايزين نعتبرها ظاهرة، لكن زي ما قلت لحضرتك هي قلة قليلة جدا من أصحاب المراكب أو الصيادين اللي بتتجاوز في هذا الأمر.
متعاطف. طب زي ما احنا يعني بنحافظ على الصياد المصري، الصياد برضو يعني الشكوى دي اثيرت اكتر من مره واحنا جاوبنا عليها، لكن برضو انا عايز اسمع الاجابه منك، ان بيقول ان المياه بتاعتنا الاقليميه بيتسرق منها السمك والمراكب الغريبه بتعدي عليها. والله يا فندم احنا عايزين في بخصوص الامر ده بالذات، احنا دايما بنحس الصياد بتاعنا او اصحاب المراكب على انهم يدخلوا في المياه الاقتصاديه بتاعتنا، وكانت دايما يعني المقوله اللي بيقولها الصياد او صاحب المركب ان هو خايف يدخل في المياه دي ما يلاقيش سمك، لان الوصول للاعماق دي بيبقى محتاج تجهيزات معينه في المراكب. الحقيقه الهيئه من حوالي سنتين في 2009 عملنا تجربه بالاشتراك مع ايطاليا، وجبنا 6 مراكب ايطاليه عشان تصطاد في المياه الاقتصاديه الخالصه بتاعتنا، وكان بتعليمات من الدكتور محمد برضو رئيس الهيئه كنا حريصين على ان الصياد المصري يكون متواجد على ظهر المراكب الايطاليه عشان يتعلم تقنيه الصيد الحديثه ويشوف هما بيشتغلوا ازاي. واشتغلنا في اعماق بتصل من 500 ل 1000 متر، وكانت الحقيقه النتائج مبهره جدا، وطلعوا انتاج متميز جدا رغم ان احنا كنا شغالين في شهور، في شهر 11 وفي شهر 12، ودي تعتبر شهور يعني فيها نوات ومش زي شهور الصيف، ومع ذلك كان الانتاج متميز جدا، وطلعوا انتاج جمبري ممتاز جدا في التصدير، سعره كويس جدا في ايطاليا، اعتقد ان الكيلو بيتباع ب 40 يورو او حاجه زي كده. وعرضنا على ملاك المراكب واصحاب المراكب نتائج التجربه، وعندنا الاحداثيات اللي الناس المراكب كانت شغاله فيها، بالاضافه للمصريين اللي كانوا موجودين على الصيادين المصريين اللي كانوا موجودين على المراكب علشان يتعلموا التقنيات دي. لكن هو كل الحكايه ان صاحب المركب او صاحب او مالك المركب يعني بيبقى يعني دايما راس المال، بيقولوا راس المال جبان، فهو مشكله تجهيزات فقط. لكن اللي احنا عايزين نخليهم يتعودوا على الصيد في المياه الاقتصاديه. هو بيقول ان المياه الاقتصاديه بتدخل فيها مراكب من الدول المجاوره وبتسرق الرزق بتاعه، يعني مين المسؤول عن حمايه المياه الاقتصاديه؟ الحمايه مسؤول عنها يعني القوات حرس الحدود والقوات البحريه، واعتقد ان هم بيقوموا بدورهم في الموضوع ده. واحنا لما بنبلغ بان في اي مركب اخترقت مياهنا الاقليميه، زي كنا مثلا من قريب جدا جات لنا معلومات ان في مركب فرنسيه دخلت المياه الاقليميه المصريه، والحقيقه عندنا في الهيئه واداره الاتفاقيات وبلغنا فورا الخارجيه وبلغنا السفاره الفرنسيه وماشيين في الاجراءات ان احنا يعني نحصل على حقنا في انهم دخلوا المياه الاقليميه المصريه. في اجراءات طبعا، واي مركب يعني بيتم القبض عليها بيتخذ معاه الاجراءات القانونيه. المركب اللي احنا ما بنقدرش نقبض عليها وبتجي لنا المعلومه بنتخذ الاجراءات وفق يعني الدبلوماسيه في ملاحقه لوزارات الخارجيه. طبعا اكيد. طب البحر الابيض برضو مشاكله كتير، يعني احنا عارفين ان هو تعتبر موارده فقيره نسبيا والصياد بيشتكي من كده، وفي السنين الاخيره دي زادت بالنسبه لان احنا في دلوقتي الصيد جائر وفي مشاكل كتير. دور الهيئه في حل المشاكل دي وفي تنميه ثروات البحر الابيض. هو زي ما حضرتك قلت فعلا البحر المتوسط يعتبر بحر فقير نسبيا، وكمان احنا في مصر بنعتبر في جنوب البحر المتوسط، فبرضه المياه عندنا فقيره جدا، بالاضافه لان البحر المتوسط عموما يعني بيعاني من تلوث كبير جدا، ففعلا وفي بالاضافه للصيد الجائر في مشاكل كتيره. لكن انا عايز اقول لحضرتك احنا برضه بدانا في الهيئه من حوالي سنه او سنتين، طبعا في منظمه بتضم كل دول البحر المتوسط اسمها الجي اف سي ام، المنظمه دي كل الدول اللي بتطل على البحر المتوسط مشتركه فيها، وبتعتبر قراراتها ملزمه لكل الدول اللي موجوده فيها، ومصر من ضمن الدول دي. احنا بدانا بالتعاون مع مشروع الاستيميت التابع لمنظمه الفاو في دراسه المخزونات السمكيه في البحر المتوسط، بندرس حالة المخزونات السمكية في البحر المتوسط عشان نقدر ناخد القرارات السليمة اللي تخلي الصياد نقول له اصطاد في الوقت ده وما تصطادش في الوقت ده. الاصناف دي فيها كثرة موجودة في البحر المتوسط، او الاصناف دي محتاج ان احنا مثلا نغير مواصفات الشبك بتاعنا عشان ندي فترة راحة بيولوجية للاسماك.
ده بالاضافه لقرارات وقف الصيد اللي احنا الحقيقه يعني كنا حريصين من اكتر من سنه ان احنا نوقف الصيد في البحر لمده، يعني اغلب دول البحر المتوسط بتوقف الصيد في البحر المتوسط 4 شهور، احنا كنا بنوقفه شهرين. والحقيقه بنتمنى استمراريه القرار، لان احنا الحقيقه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها نظرا لظروف الثوره ولظروف المجتمع عموما يعني، وان الصيادين كانوا واقفين فتره طويله، ما قدرناش الحقيقه ان احنا نطبق قرارات الوقف. لكن انا عايز اقول يعني في رساله للصياد ان البحر هو ملكه هو، يعني هيئه الثروه السمكيه هي هيئه مسؤوله عن تنظيم عمليه المصايد، لكن في الاول وفي الاخر الممارسات كل الممارسات اللي بتتم في البحر هو صاحب المركب او ملك المركب او الصياد هو المسؤول عنها. فبنتمنى ان هو يعني ينظر نظره مستقبليه لقطاع المصايد، ويعتبر ان فترات الوقف اللي الهيئه بتقدرها للوقف الصيد هو في الاول وفي الاخر لمصلحته لاستمراريه عطاء المسطحات المائيه. البحر يستريح شويه علشان ترجع يعني تلاقي اي حاجه في الدنيا سيادتك لا يمكن انها تظل تستنزف يعني على مدار شهور السنه، لازم يكون في فتره راحه بيولوجيه. الفتره دي اللي بندي راحه للسمك وعشان الذريعه تنمو وعشان الاسماك تتوالد وعشان يلاقي مخزونات سمكيه في بعد كده. طيب استاذ عاطف صلاح مدير اداره المصايد، انا في النهايه بشكرك، لكن احنا رحلتنا لسه ما خلصتش، هنكمل مع حضرتك من على ظهر المركب وهنتكلم دلوقتي مع الصيادين، هنشوف ايه المشاكل بتاعتهم، هنشوف رحلتهم النهارده اخبارها ايه. صياد ورحت اصطاد، صادوني فرحوا شبكهم رموش العين صابوني. احنا دلوقتي دخلنا البريدج او كابينة القيادة علشان نتعرف من خلال رحلتنا النهاردة على الكابينة من جوه، على التجهيزات اللي موجودة. لقاءنا دلوقتي مع الحاج فتحي ابو العنين صاحب المركب، وفي البداية برحب. اهلا بيك حاج فتحي، احنا دلوقتي طلعنا معاك في رحلتنا ان شاء الله، ولو حبيت اتكلم معاك عن يومك بتبتدي ازاي؟ الرحله دي ممكن تاخد كام يوم في البحر؟ الرحله دي ممكن تاخد 4 أيام أو 5 أيام. بنطلع الصبح الساعه 7-8 من على نقطه السواحل، وبنخرج بره بنمشي 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات 10 ساعات تبع المكان اللي هنشتغل فيه وتبع الايام اللي ايه اللي موجود المنطقه اللي موجود فيها الاسماك. المركب دي لو انا حبيت اتكلم معاك كده عن قصتها، يعني التجهيزات اللي فيها بتقدر تحدد بيها السرعة، بتقدر تحدد بيها اتجاهاتك، انت شايف ان المعدات اللي موجودة دلوقتي دي مناسبة للصيد في المية ولا هي محتاجة تطوير؟ اشرح لي كده اللوحة اللي قدامك دي عبارة عن ايه؟ لا بالنسبة للمعدات، المعدات الحمد لله دلوقتي كل المعدات موجودة هنا. دي بتاع السرعة دي سرعتها دي سرعتها دي بتمشي لحد 8 ميل 9 ميل. ايوه هنا الجهاز دوني بتاع خط الطول وخط العرض الستلايت. أيوة. وهنا ده برضو واحد زيه تاني. أيوة. وده الراديو. أيوة. عشان المركب تكلم بعضه، وفي الجهاز اللي هو بيقيس الميه عمق الميه والحاجه، فكل الاجهزه متوفره والحمد لله، والمكان وكل حاجه تمام. يعني ما شاء الله الامكانيات بتاعتك كويسه، الامكانيات كلها موجوده وتمام 100 100، مفيش اي مشكله. انت ممكن تطلع تمشي مسافه كام ميل تقدر مسموح لك وانت بتحدد كده رحلتك؟ انا تبع المكان اللي فيه السمك، يعني ممكن امشي 100 ميل 120 ميل 70 ميل 80 ميل. بنسافر بنروح على العريش، بنروح على اسكندريه، بنروح على مرسى مطروح. انت بقالك قد ايه في الشغل دي؟ بقالي كام سنه؟ يعني بقى لي الوقت النهارده اكتر من 35 سنه. ايه اللي اختلف بقى عن زمان؟ زمان طبعا ما كانش فيه موجود حاجات من دي خالص، ما كانش فيه الاجهزه دي ولا كان. انا بقى عايز اكلمك عن الخير وعن السمك اللي كان موجود في البحر. ايام زمان كان ما كانش فيه العدد الكبير بتاع المراكب دي يعني، ولا كانش فيه التكنولوجيا دي يعني. الوقت المراكب كترت والتكنولوجيا كترت، الوقت بقى صعب قوي الاول عن الاول بالنسبه للصيد والحاجات دي، بقى صعب على الاول، صعب قوي ان الواحد يجيب اليوميه بتاعته، يجيب انتاجه زي الاول، يعني بنشقى وبنتعب قوي قوي قوي. ايوه. طب المينا هنا انت شايف ايه الاحتياجات بتاعتك علشان تقدر يعني تستريح اكتر؟ انت في ايه ناقصك هنا في المينا؟ في المشاكل بتقابلكوا؟ احنا كل ما بنروح مكان الصياد بيشتكي مثلا، يقول في مراكب غريبه بتخش المياه الاقتصاديه، في صياد بيطالب ان هو تحسين للمينا نفسها، انت مشاكلك ايه هنا؟ احنا بالنسبه للمينا عندنا هنا دانييل ما فيش في اي مشكله، المشكله عندنا هنا في الخروج والدخول من على البغاز، الساله
بنقف احنا بنضيع كل يوم 200 برميل جاز انتظار للتفتيش وللعودة. كل يوم بيضيع 200 برميل 250 برميل جاز. لو في بقى يعني تسلسل شوية او يعني بنقدر نمشي ونروح بنيجي بسرعة ما نحرقش ده كله وده هالي كله احنا بنعاني منه كصيادين. يعني عشان التأخير ده سببه ايه بقى؟ التأخير ده بسبب زحمة المراكب، قلة الافراد على مثلا على سؤالي التفتيش المراكب الحاجات دي. فطبعا دي كل دي زي ما انت شايف فيها للجامد وتضيع وقت جامد او بالنسبة للصياد ومعاكسة الصياد. احنا بنطلبه منهم ما يفتشوا ويشوفوا الجهاز ويشوفوا كل حاجه بس يبقى فيه ايه يعني بسرعه شويه الناس ما تضيعش وقتها كلها ما نحرقش الجهاز ده كله في الهالك. طب حاجه فتح انت رايك ايه في وقت حظر الصيد؟ احنا بالنسبه لنا وقت حظر الصيد الجار دوني ده معروف دوليا حظر الصيد بتكسبوا بيه بقى طبعا ده على مستوى العالم. الجار بيقف في العالم كله 4 شهور احنا بنقف هنا شهر ونص، ولكن الحرفه بتاعتنا دي يعني سيادتك ملهاش حظر نهائي على مستوى العالم. هنا بس اللي في مصر اللي عملوا ايه اللي عمل الحظ كان ايام اول ما طلع الحظ ايام يوسف والي وما كانش كان الصنار ما ملوش حظ كان بيشتغل. انما هنا اليومين دول بيعملوا حظ احنا اليوم الحظ اللي بنقفهم بيبقوا هم دول الموسم بتاع الصنار لان احنا الصنار زي انت شايف كده في الشتاء احنا ما بنشتغلش بتاع الجار بيطلع بيشتغل الصنار ما بيشتغلش بسبب الاحوال الجويه. فاحنا اليومين دول اللي هم بتوع الحظ بيبقوا هم الموسم بتاعنا اللي بنشتغلهم. يعني انت بتحس ان الموسم بتاعك بيضيع عليك؟ بيضيع علي على طول. يعني احنا بقالنا كذا سنه ماشيين في الموضوع ده، رحنا الصفوق ورحنا الوزاره وقابلنا الاستاذ محمد فتحي وقابلنا الناس كلها وبندور على حق نبدي ان هو ما يضيعش مني ابدا لان هي دي يعني الشهران دول بالنسبه لنا هم حياتنا. نقعد دلوقتي مع الحاج عيد البراوي علشان نتعرف منه على رحلته في البحر والمشاكل اللي بتقابلهم، ايه هي طلباتهم بالنسبه للصيادين هنا في الميناء. في البدايه انا برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بكم في محافظه دمياط، و واحنا طبعا مطالبنا ان احنا يعني ما يكونش اقل من الدول الاوروبيه لان احنا على قدره جامده من شغله الصيد وشغله البحر بالنسبه للدمياطي. ففي اختلاف جامد بيننا وبين الدول الاوروبيه رغم ان الصيادين هنا كلهم اشتغلوا بره وعارفين قوانين البحر. واحنا عندنا هيئه الثروه السمكيه ماشيه حسب الانتفاعات الدوليه وبيوقفوا مراكب بيوقفوا البحر كله، والبحر كله عمره ما وقف في تاريخ يعني في العالم كله غير في مصر بس. يعني ايه الاختلاف ما بينكم وبين الدول الاوروبيه؟ الدول الاوروبيه القانون هناك في هم رخصتين اتنين بس، شنشلة والجر. اما بالنسبه للصنار او القنار ده رخصه هاوي زي اللي بيشتغل على الشاطئ ملوش اي تاثير لضرر البحر. و طبعا عندنا هنا بيجي بيقوم واقف البحر كله. يعني الصيادين في الوقت ده ما بيبقوش قادرين يشتغلوا، ما فيش تعويض ليهم، يعني بيسبب لهم خساره الوقف ده. طبعا اكبر خساره لان ما فيش تعويض هنا لاي صياد. يبقى هنا التقصير مش من وقف البحر، هو التقصير من النقابه من دعم الصياد نفسه، لان الوقف البحر ده مهم جدا علشان البحر يستريح فيه على الاقل. اقول لسيادتك الوقوف البحر على مستوى العالم اثناء الصنار والشنشله دول بيسرحهم. يعني الصنار والشنشله بيسرح. انا راجل النهارده بشتغل في الجار، لما حرفه الجار توقف انا هلجا للمراكب الصنار هسرح فيها وهلجا للمراكب الشنشله هسرح. يعني كده يبقى مفيش بطاله، يبقى مني ان انا هسرح واصرف على بيتي وعلى عيالي. يعني الوقف يا اما يبقى على كله يا اما يتنظم. هو متنظم على مستوى العالم ودي انتفاقيه دوليه. دي انتفاقيه دوليه، لكن هو بالنسبه لنا هنا لمصالحهم الشخصيه فقط لا غير. الوقوف بتاعنا لمصالحهم الشخصيه. ولسه مكملين مع حضراتكم في رحلتنا النهارده من برنامج ثروات النيل، والقاعده دلوقتي مع السيد عياد احد الصيادين الموجودين معانا على ظهر المركب علشان نتعرف منه على المشاكل والمعوقات اللي بتواجه الحرفه النهارده. اهلا بيك. اهلا وسهلا. لو حبينا نتكلم عن ايه هي اهم المعوقات اللي انت يعني بتناشد بسرعه حلها علشان تستمر في هذه الحرفه المهمه؟ اول حاجه عاوزين نطور مراكب الصيد حرفه الصنار، عاوزين نكبر الماتور لان طبعا احنا اتطورنا في الصيد فاصبح الوقت الصيد في المياه الاقتصاديه، فبنبعد عن الشط بحوالي 100 ميل و150 ميل. فالمراكب اللي معانا دلوقتي مراكب صغيره عايزين نطورها ونكبر قوه الموتور وحجم المركب ونزود فتره السلوح
من 10 ايام ل 20 يوم او 15 يوم، لان احنا بنروح نصطاد، احنا من دمياط ممكن نروح نصطاد على حدودنا عند السلوم وبراني ومرسى مطروح، فال 10 ايام ما بيقضوش، لان احنا بنسافر يوم ونص راحه ويوم ونص جايه، فبنشتغل عايزين نشتغل فتره طويله مثلا 10 ايام شغل، فطبعا بيروح من ال 10 ايام اللي هم بدهم لنا يجي 3 4 ايام، لو عملتنا ودخلنا المينا ما عادش بيجي قدامنا فتره للصيد، فلازم نروح قبل ال 10 ايام، فعايزين نطور يعني مدة السروح تطول من 10 ايام ل 20 يوم، وقوة الموتور تزيد من 80 حصان ل 150 حصان او 200 حصان، وحجم المركب من بدل ما 16 متر يبقى 18 متر. انا دلوقتي لو يعني المركب دي بتاعتك وانت عايز تطورها اكتر، عايز تحدثها، عايز تكبر الموتور بسعة اقوى، ايه العواقب اللي بتقابلك؟ اللي هيئة الصيد والسمك كانت ما بتسمحليش ازود الترخيص عن 80 حصان. فعايزين نكبر الموضوع دوت. يعني في قوانين بتنظم العملية دي وهي اللي منظمة اللائحة دي والقواعد اللي انت ماشي بيها. لو جيت اتكلم معك عن حظر الصيد والفترات دي، انت بتلتزم في فترات حظر الصيد، شايف ايه التعامل بتعامل معها ازاي؟ حظر الصيد ده بيجي عايزين ننظمه، يعني مثلا حرفة الصنار بنقف في فترة الصيد بتاعتنا، فدي بتعمل لنا مشكلة، بيوقفونا مثلا في شهر 5 و6، وده في عز الموسم التونه اللي احنا بنشتغل عليه. فانت مش شايف ان انت بعد 5 و6 لو في التزام في حظر الصيد لما بترجع للبحر ما بتحسش ان موجود فيه الخير اكتر؟ لا طبعا، لان احنا بنشتغل على سمك مهاجر، وفي نفس الفتره دي بيبقى مراكب الصيد اللي في حوض البحر الابيض المتوسط شغالين على نفس السمك اللي انا بشتغل عليه، في نفس الفتره بكون ان المركب عندي واقف ممنوع من الصيد. بعد كده السمك المهاجر دي لو انا وقفت في 5 و6، بعد كده لما اطلع اشتغل على السمك ده ما بتلاقوش موجود، لان اصلا سمك مهاجر. احنا هنتابع معاك النهارده رحلتنا، وان شاء الله نحاول نرد على الاستفسارات دي واحنا معاكم النهارده. لقاءنا دلوقتي مع الاستاذ نبيل قويطه مسؤول مصايد بعزبه البرج، وفي البدايه برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بك يا فندم. استاذ نبيل، لو حبينا نتكلم عن عزبه البرج وعن الثروه السمكيه اللي موجوده فيها وعن قدره الاسطول البحري اللي موجود. سيادتك، هنا احنا في عزبه البرج بنمثل حوالي 30% من اسطول الصيد البحري في البحر الابيض المتوسط. عندنا 4 حرف، هم حرفه الجر والشنشله والصنار وحرفه القناع. وعندنا هنا تمثل عزبة البرج أكبر ترسانة بحرية لبناء لصناعة سفن الصيد، ويعمل حوالي 70% من أبنائها في مجال الصيد ومشتقاته. وأما الأنواع عندنا هنا مثلا في الأسماك الجمبري والكابوريا، وفي القشريات، وبالنسبة للأسماك البربوني والمرجان واللوت والوقار. بالنسبة لمتابعة المينا هنا وبالنسبة للثروة السمكية اللي موجودة فيه، بالنسبة للعدد بتاعها، نقدر يعني المتابعة من جهة المينا ومن جهة الهيئة العامة للثروة السمكية. احنا هنا في ممثلي الثروة اللي هم مناديب الثروة السمكية بيشرفوا على المراكب الصيد أثناء السروح والعودة. بالنسبة للحرف، المراكب تكون حرفتها حرفة ما حدش مخالف الحرفة بتاعته. وعندنا أثناء الرجوع بيشرفوا على الانتاج السمكي ومراجعه الانتاج السمكي، وفي عدادين بياخدوا الحصر السمكي عشان نعمل منه يعني في متابعه دوريه واشراف على المينا وعلى المراكب اللي موجوده. تمام سيادتك. احنا اتكلمنا معاكم في بدايه حلقتنا النهارده عن 4 انواع من المراكب او من طرق الصيد، وكان منها المركب اللي بتصطاد بطريقه الجر. احنا دلوقتي على المركب دي علشان نتعرف على طريقه العمل، عدد الطقم اللي موجود عليها، التجهيزات اللي قبل ما تطلع في رحلتها للصيد. يعني ايه مركب جر؟ يعني بنجهز نفسنا عشان نطلع نشتغل في الصيد برا،
لا جر يعني ايه تصطاد بطريقه الجر ازاي؟ بنصطاد جر من برا شبكنا وحاجتنا ونتوقع الله نشتغل برا في البحر حاجتنا موجوده في الغزل والحاجه بيت الغزل ده ايه بقى وبتركبه ازاي في المركب؟ بنركب الغزل هو العده ورا هياتي بنربطها في القطره اللي مع الونش ايوه ومن الونش في الواير وبنرميها في الماء طبعا بجنزيرها وبحاجتها بتنزل تجيب السماء يعني جر ده علشان انت بترميها بتقل في الميه وبتسحبها بتنزل تغطس تحت الميه عشان تنزل تجيب السمك اللي تحت ده بالنسبه لشغل الجر يعني. طب بالنسبه للطقم اللي موجود معاك هنا على المركب كام واحد وطبيعه عملهم ايه بقى؟ بنسرح 12 راجل كل واحد في شغله معينه الميكانيكي واللي بقف ورا هنا عشان يرمي الغزل من ورا واللي بيشتغل على الوينش كل واحد عارف على شغله دول بينزل التلاجه كل حاجه متقسمه يعني. بالنسبه للرحله بقى بتبقى كام يوم؟ بتبقى 20 يوم بالنسبه لنا عشان دي مراكب كبيره وكده. مركب زي دي التجهيزات طبعا علشان هتطلع تقعد 20 يوم في البحر معاك حوالي 12 راجل في الطاقم برضو محتاجة امكانيات وتجهيزات. ايه التجهيزات اللي انت بتجهزها؟ بنيجي اول ما بنيجي طبعا عشان نجهز بنجيب جزنة بناخد لنا 130 برميل او 150 برميل بناخد لنا 1200 بلاطة تلج او 1400 بناخد ب 3000 جنيه او 4000 جنيه اكل ونبرح حاجتنا طولنا ومر على كهربتنا وحاجتنا ونظبط المركب للعمل ونجهز نفسنا ونجي بقى نقف هنا كذا احنا واقفين نسرح بكره نسرح بعده نتوكل على الله. بالنسبه بقى للصيانه بتاعت المركب دي وبتجهز بتتمم ازاي على الموتور وعلى الاجهزه اللي موجوده معاك؟ تمام طبعا انا ببقى عارف الموتور بيحتاج ايه الزيت ايه بحطه له وعارف عنده كل حاجه الاجهزه طبعا قدامي فين فيها كل حاجه لو عطل بعرف عطل ليه وكده يعني. طب لا قدر الله لو في مشكله قابلتك وانت في الرحله بتاعتك بتتعامل معاها ازاي وبتحلها ازاي بقى؟ بالنسبه لل طبيعه المشاكل بتبقى ازاي؟ بنبقى معانا الحمد لله كل حاجه يعني سبير وكده في المركب بنبقى فاهمين العطل مثلا لو نقدر نعالجه في البحر بنحله ونعالجه ما نعرفش بننده على اي مركب زميلنا يجي يجيبنا بقى. طب وقطع الغيار بتاعت المراكب دي والموتور متوفره؟ متوفره بنعرف نجيبها احنا طبعا من المحلات وكده قطع استثمار وكده معانا كل حاجه في المركب تحت هنا يعني. طب احنا هنتعرف اكتر دلوقتي من جوه المركب على بقيه اجزائها وعلى بقيه الطقم اللي موجود معاك. تمام نكمل معاكم النهارده. احنا موجودين معاكم دلوقتي واقفين على السبنسه زي ما عرفنا اسمها من رئيس المركب ومعايا الرئيس يحيى الجندي وبقول لك ربنا يوفقك. ربنا يخليك. لو حبيت اتعرف منك ليه دي اسمها السبنسة ودورها ايه في عمليه الصيد؟ دي بدايه عمل الصيد من هنا من المنطقه دي. أيوة. والشبك الصيد بينزل من بدايته من المنطقه دي من هنا من ورا للميه على طول. ايوه عن يعني بدايه الصيد من هنا وبنبدا احنا ايه نطول الشبك بالمنظر او بالطريقه دي كده مثلا. يعني انت الغزل بتاعك كله محطوط هنا في على السبنسة محطوط هنا وبينزل من المنطقه دي. ده الكيس اللي بيطلع في السمك اللي هو بدايه الشبكه على طول من المنطقه دي كده. ورينا ازاي بترمي الغزل؟ بنرمي الغزل من هنا من ورا على طول الميه كده على طول سحبه والمركب بيبقى ماشي للامام بيشده بقى في الميه على طول وراه بينزل الشبك كله مربوط في الحبل على الونش في الامام مربوط في الطبليتين دول مربوطين في السلك ده بيقوم بينزل بقى كله هنا تحت على الارض والمركب سحبه وماشي. بس الغزل ده غير اللي احنا يعني متعودين عليه. انا حاسس ان هو سميك قوي. سميك هو سمكه او عرضه دلوقتي لان طبعا في حجاره في الميه. ايوه عشان يصد مثلا الحجاره ويصد الرمل وكده عشان ما يتقطعش او يتفتح يخرج منه السمك يعني. يعني ده بيتعامل مع الارضيه بتاعت البحر نفسها. بيتعامل مع الارض لان مثلا ده شبك ارضي قاعد على الارض مراكب جر شبكها بيبقى قاعد على الارض والمراكب سحبها بطريقه بسيطه يعني او مثلا يعني على مشي معين قليل لان لو زاد المشي ما هيجيبش سمك وهيقوم على الارض وطبعا هو مركب جر سمكه ارضي قاعد على الارض. طبعا احنا موجودين دلوقتي في الونش لان ده اللي مسؤول بعد ما بيترمي الشبك في الميه عن جر الشبك ده والحركه بتاعته داخل الميه. معايا الرئيس احمد اللي مسؤول عن حركه الونش هنا وبرحب بيك في البدايه. سلام يا احمد. لو انا عايزك دلوقتي تشرح لي الونش وطريقه العمل اللي فيه. انا شايف ان هنا في واير في بكر كبير وفي جزئين. اشرح لي كده الونش ده بالتفصيل ايه واحنا قدامنا الميه. دي زي تعشئه بتشغل بتلم الواير السلك ودي رصاصه. انت بتفرد الواير ده امتى او بتفرده ازاي؟ بعد ما الغزل الشبك يطول. ثم طول الواير وعلى والمدى بتاعه بتسيبه قد ايه بقى؟ ازاي يعني انت الواير ده كم متر او مسافه كم ميل بقى حسب؟ بس
يعني بالقمه معوش بالميل. حسب المايه اللي احنا فيه، حسب الغرق. حسب الغرق اللي احنا فيه بتحدفه على حسب العمق. حسب العمق وبتحدد العمق ده على اساس ايه بقى؟ على اساس الاسكندريه اللي فوق. الريس هو اللي بيقول. هو اللي بيقول كفايه كده. حسب السنايير اللي فيه. بتحدفه من هنا ازاي بقى؟ ده بتاع الدراع ده بيطول بقى، ما تزود على المكنه شويه وتطول بقى على الجنبين. تفضل ماشي بقى مسافه قد ايه على ما تبتدي تفكر ان انت تلمه؟ يعني 3 4 ساعات ولا هاي. بعد 3 4 ساعات حسب الطرحه بقى، حسب السحاب اللي انت هتسحبه. انا شايف ان انت ليه هنا في جزئين، مش الجزء ده بس، الجزء ده والجزء ده. ده بكره ده بقى اللي بيسحب بقى الواي بتاع الشقه، بتاع الشقه ودي رصاصه ترص الواي. يعني بترص الواي دي عشان تنظم الواير نفسه. دي تنظم. لو انا حبيت انتقل للناحيه الثانيه برضو، ده الجنب الثاني من الونش، احنا شايفين ان هنا في يعني ده بغير الواير خالص. تمام. ده بكر حبل بيبقى راكب في حاجه اسمها المصف او الغزل في الناحيتين. ده بطول بعد كده بتفتح برضو المفتاح. طب انا عايز اسالك على حاجه، احنا عندنا الواير ده مربوط فيه الغزل بتاعنا. لا، الواير ده بعد الحبال، الحبل ده اخره اوله في الغزل واخره في الطبليه. في الطبالي. بعد الطبالي بيبقى راكب فيها طبعا الواير ده نازل من الجروه. يعني ده الاساس بتاعه. ده بيخلص الحبل ده بيخلص بيركب بقفل في الطبليه. والواير طبعا راكب في الطبليه ومتعلق على الجروه طول ما احنا في البحر بره. يعني الواير ده نقدر نقول عليه الونش اللي شايل السمك في الطبليه. الواير ده اللي ماسك الغزل كله. يعني اللي ماسك الحبال في الطبالي في رابط العمليه دي كلها في بعضها. كلها في بعضها. طبعا بيطول الواير حسب العمق اللي تحتك، مثلا 50 متر او 50 قامه زي ما احنا بنقول. بتطول بقى حسب ما الريس يقول، حسب الارض برضو، طينه رمله بتحتاج تطول اكتر تقصر شويه. يعني مثلا المتر عليه 4 امتار. يعني ايه القامه دي بلغه الصيادين؟ يعني ايه القامه دي؟ اكتر من المتر؟ يعني متر وتزيد عن ال 35 سنتي. يعني متر و 35. انت هنا في مصطلحات كتير قوي انا سمعتها. طبعا الطبالي احنا كلنا عارفينها، الطبالي دي طبليه خشب اللي هي بيبقى فيها السمك. في ايه مصطلحات الصيادين تانيه او اللغه بتاعت الصيادين؟ مثلا لما تبقى نازل البحر وشايف ان الجو النهارده احنا شايفين ان في نوه، تقول على البحر ايه؟ مثلا البحر عالي، ده ملتم. ده ملتم؟ ملتم. ملتم. ملتم ده يعني ما يعتبرش نوه. بس بيبقى فيها اليوم البحر فيه هيج شويه. او يومين ثلاثه ورا بعض يقول لك ده ملتم. ما يكون مثلا في الصيف. لكن في الشتاء نوات زي ما احنا متعودين. الصياد طبعا يعني بيطلع ورزقه على الله، مره بيطلع ويرجع برزق كتير. بيقول ايه على اليوم ده؟ الحمد لله. ما هيقول ايه؟ الحمد لله. طب ولا قدر الله في يوم كده ورجع والسمك كان قليل معاه؟ والله هو الحمد لله، ما الصياد ما بيقولش الا الحمد لله، لان ده مكتوب له، هو ما يعرفش تحته ايه. ما حدش ماشي في البحر عارف تحته ايه. انت بقالك كام سنه بتشتغل صياد؟ أنا يعني بقالي يعني سنة ونص سنتين. وحبيت المهنة دي؟ بصراحة يعني رزق وبتسعى على رزقك بس، ولا بتحب البحر؟ بصراحة ما استقرتش فيها. أنا كنت بشتغل الأول في مراكب شحن تجاري وكده، وما بكون موجود في البلد بشتغل في المراكب عندنا برضه كده وكده. لقمة العيش صعبة فعلا. مهنة الصيد من المهن اللي فيها كفاح وفيها مقاومة للطبيعة وفيها اصرار من الصياد. احنا دلوقتي في بطن السفينه جنب الموتور اللي بيحرك الحجم العملاق اللي احنا شايفينه النهارده. عايزين نتعرف اكتر على الموتور، عايزين نتعرف على طبيعه العمل داخل بطن المركب. في البدايه انا برحب بيك. السلام عليكم. السلام. زكريا الجندي، شغال ميكانيكا على الموتور بتاع المركب. بالنسبه للحركات بتاع مشي المركب الرفاص والحركات قدام لعملية الصيد للونش، الحركة القدمانية وعمل الموتور في المركب من الأعمال المهمة لتمشية المركب. عمل موتور من الأعمال المهمة لتمشية المركب، لكنه برضو عمل في نفس الوقت خطير، لأن أنت في قلب المية
لو احتجت القطعة تغير، لو حصلت لا قدر الله مشكلة لازم تتعامل معها وبسرعة. ايه هي اهم الحاجات اللي انت بتبقى مجهزة عندك هنا من انواع قطع الغيار المختلفة، او ايه هي العيوب اللي انت دايما بتبقى عارف ان هي ممكن لا قدر الله تحصل؟ هو الشغلة فعلا بتاع المواتير بالنسبة للاعمال شغلة خطيرة جدا. احتياجاته بالنسبة للاحتياجات اللي هي قطع غيار للمكان، شغل قطع غيار لحاجة الونش، الرفاص بتاع المركب، دي اعدادات جامدة بالنسبة لشغل المركب. شغل الموتور نفسه، الموتور زي ده انت اتعلمت الصنعة دي فين، وبالذات موتور المراكب يعني؟ والله احنا بنتعلم الصنعة دي بالنسبة لشغلنا فيها يعني نظريا عليها بالنسبة للعمل، ومع شغل المهندسين اللي بيجوا بيشتغلوا بناخد منهم خبرة برضو مع شغلنا معاهم وحاجات من دي، ده سبب اشغلنا عليها في المواتير دي. لا قدر الله لو طلعت في رحلة صيد وحصل عطل وما قدرتش تصلحه بتتعامل مع ازاي؟ والله لو عطل ما قدرتش اصلحه بستعين طبعا بمركب زميلي بيجي يدخلني هنا البلد علشان اشوف الاستعدادات بتاع الموتور اللي عطلان في ايه، بنغيره بنشوفه الحاجات دي، انما لو حاجه بنقدر نعملها في البحر بنعملها. احنا دلوقتي متجهين في اتجاه البغاز عشان نطلع على طريق البحر الابيض ونبتدي رحله الصيد النهارده، ربنا يكرم الصيادين ويوفقهم ونرجع بسلام ان شاء الله. نتابع معاكم خروجنا من البغاز واحنا لسه مكملين في رحله الصيد. طبعا احنا دلوقتي كنا متابعين معاكم واحنا متجهين في اتجاه البغاز، لكن فعلا البحر عالي زي ما احنا شايفين، الموجة عالي جدا النهاردة والخروج من البغاز يعتبر مخاطرة كبيرة. الخروج عادي انما في الدخول صعب عشان طبعا في مركب غرقان على الحجر الشرقي، وطبعا البغاز مية تقل، فطبعا الدخول للمراكب الكبيرة اللي زي دي بتضر في البحر العالي. يعني انت ممكن تخرج بس متعرفش تخرج؟ انا ممكن اخرج بس في الدخول برضو هدخل بس ببقى داخل مخاطر. ايوه خد بالك، لان طبعا البغاز طبعا زي ما انتم شايفين حالته سيئه وما فيش تطهير في البغاز، طبعا اغلبيه الصيادين بتبهدل وبتضروا ضرر جامد بالنسبه للبحر العالي وكده، بتضروا ضرر جامد قوي. يعني انت شايف البغاز محتاج تطهير ازاي بقى؟ البغاز اول حاجه محتاج ان الحجر الغربي يتمد 100 متر، تاني حاجة يكون يتطهر البغاز كله، تالت حاجة يطلع المركب الغرقان اللي هو على حرف الحجر الشرقي، دي أفضل حاجة عشان الصياد، لأن طبعا الصياد مش إن هو رامي في نفس المنطقة، ممكن بيكون يسافر له 7-8 ساعات على ما يجي يخش البغاز، بيكون الريح يزيد عليه. الريح بيزيد عليه زمان، احنا اهو في منطقه ايه، احنا الوقت في الجو المفتوح وانت شايف الريح اهو، ولو بصيت في الخط الفاصل ما بين النيل وما بين البحر الابيض المتوسط. بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحران يلتقيان، صدق الله العظيم. فعلا دي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى، احنا واقفين قدامها دلوقتي او واقفين في قلبها، طبيعه وقدره الله وعظمته، البحر مع النيل. احنا على البغاز اهو، وتعطي وشك لليد الغربي، شوف البحر عامل ازاي وشوف الرياح، يعني حالة رياح عواصف هناك في يعني اهو، احنا لو بصيت على المنظر اهو شايف، بالرغم ان احنا واقفين دلوقتي على مية النيل هدوء تام، هدوء. طبعا احنا لما الحجر ده يتمد شوية قيمة 100 متر المركب وهو جاي في داخلته، شوف الكسرة اللي هي زي اللي جاية دي البحر دي تضر المركب، تحدف على الحجر الشرقي تضره. لو ال 100 متر دول ممدودين المركب لما بيجي يخش بيكون البحر مرتاح زي ما احنا في المنطقه اللي احنا فيها دي، بيهدي الموج شويه، بيهدي الموج طبعا شويه. طبعا بيبقى فيه هدوء في الموج جامد، غير طبعا ما احنا بنكون بره، بره بيبقى البحر عالي قوي، وان ما كانش راجل فاهم في دخول المركب ومتحكم يضر نفسه ويضر رجالته على طول، يعني يضر ضرر جامد. الراجل بيبقى عنده هدوء تام، وطبعا بيبقى نفرين، بيبقى واحد ماسك الدفة والريس جنبه على الكلاكس في دخول المركب، اول ما بيتجه على البغاز بيهدي على المكنه صلنصيه، وبالذات في البحر العالي بيهدي صلنصيه خالص لحد ما ربنا يسلمه ويدخله لمنطقه الحدود. تاثير ان البغاز ده محتاج للتطوير ده ارض مصر اثر على البغاز، محتاج اولا تطهير من كراكه، تطهير تام من كراكه. تاني حاجه محتاج هيئه المينا لارتشال المركب الغرقان،
واهم حاجه في البغاز انتشال المركب الغرقان، لان جميع الصيادين بيضطروا منه، جميع الصيادين بيضطروا من المركب الغرقان، ضرر جامد. يعني احنا برضو شايفين بالكاميرا في مركب صيد خارجه، واحنا في الجو الصعب ده، المركب الصيد اللي خارج دي طبعا مش معقول ان هو يشتغل في المناطق دي. طبعا هو يبقى ماشي اندراوه، اندراوه طبعا، يعني عمليه اندراوه دي بيبقى البحر يعني من مخر المركب، من ورا المركب بيمشي لحد ما يعدي منطقه بورسعيد، بيكون هناك في خروج نفس الخروج دي، بيبقى البحر مرتاح شويه، ممكن بيشتغل، لان ده بيشتغل يعني في ميه 3 أيام 4 أيام، انما لو يخرج على برات ال 20 ميل او ال 30 ميل ما يعرفش يشتغل. أيوة. في الطقس دي ما يعرفش يشتغل في حدود ال 20 ميل وال 30 ميل بره، يعني من العواصف يطلع لغايه المايه الحدود الاقتصاديه بتاعتنا. لا طبعا داخل في الحدود الاقتصاديه بتاعتنا، وهيمشي من منطقه بغاز دمياط للشرق 6 ساعات 6 ساعات ونص. طيب بالنسبه شد اطلع وقفل الدفه، قفل الدفه شمال. طبعا انت بتتابع دلوقتي توجيهاتك طبعا عشان نرجع، بحيث ان طبعا قفل الدفه شمال وخليك طالع على طول. قفل الدفه شمال دي بقى يعني ايه؟ تشد الضمان شمال، توجه المركب عشان تلفه، ما تطولش في الحجر الشرقي. لو المركب لاس على الحجر الشرقي كلنا هنضطر، المركب طبعا هيجنح على الحجر وما عندناش نعرف نخلصه. طبعا كله بيجاهد من اجل لقمة العيش. ده كفاح ومقاومة، يعني احنا بنحارب في الطبيعة من اجل لقمة العيش. البحر ليه قانون، يعني قانون البحر بينكم وبين بعض الصيادين والمراكب، بتساعدوا بعض ازاي؟ احنا كصيادين بنساعد بعض. انا حصل لي ظروف، بنده لزميلي عن طريق الجهاز اللاسلكي، بنده له بقول له انا حصل لي ظروف ممكن تجيلي، بيجيلي. اذا انا ما قدرتش اتغلب على الظروف فطبعا زميلي بجيبني يدخلني البغاز. في الظروف برضو في الشغل واحنا شغالين ممكن الشبك ده بيجيب رمله وحجاره انا ما اعرفش اطلعه لو هو زايد عن اللزوم، بنده برضو لزميلي بيربط شيمه وبيشد معايا لحد ما نعوم حاجه المركب وبنخلص وكل واحد يرجع لشغله. برضو يعني تحكي لي زي ما انتوا بتقفوا مع بعض جوه الميه، بره الميه انتوا تتعرضوا لمشاكل. تمام. يعني في يعني سمعت من الصيادين النهارده ان في مشاكل في النقابه ومفيش دعم ومفيش تعاون، ليه كده؟ ما يعني ما اتحدتوش وكونتوا بقيتوا ايد واحده وشفتوا النقابه واخترتوا النقيب عن طريق انتخابات شرعيه وقويتوا موقفكم؟ ملناش كبير. ملناش كبير. ملناش كبير. ليه؟ ده شيخ الصيادين ده كان بيضرب بيه المسخ. ملناش كبير. شيخ الصيادين ايام صامبو رزق وايام الناس القديمه كان صح شيخ صيادين. ايوه. انا حضرت مع صامبو رزق في الهيئه والاتحاد النوعي. ايوه. انا اخذ احسن رئيس على مستوى عزبه البرج في الصيد في ايام كان ماسك الهيئه كمونه. طب انتوا بتقولوا ما لكوش كبير، الصياد ليه اخلاق وتعود والبحر هزب له اخلاقه وخد منه صفات زي الصبر، ليه ما حاولتوش برضه تعملوا محاولات جد علشان دي في الاخر هتبقى مصلحتكم وهترجع على الصيادين كلهم بالنفع؟ ما هي مصلحتنا، احنا المفروض في مصلحتنا لازم الهيئه تنمينا والاتحاد النوعي. أيوه. طبعا احنا اغلبيه الصيادين دلوقتي في ماجه مش مظبوطه، المفروض تتلغى الماجات دي، غزل القنار يتمنع، لان طبعا ده بيضر البحر، بيموت الامهات كلها. أيوه. يعني بيضرنا كامل. والله احنا عايزين ان هي الدوله تهتم بامورنا شويه ان شاء الله، ما احناش عايزين زيادة عن كده، احنا مش عايزين نتغنم، احنا عايزين نعيش. دي الخطوات اللي احنا بنتبعها، كل الصيادين بتتمنى تعيش. احنا لسه مكملين معاكم بنستمع لشكاوي الصيادين، عايزين نتعرف على ايه هي اهم مطالبهم، وبرحب بحضرتك في البدايه. اسم السيد بسار. اهلا وسهلا يا عم سيد. لو حبيت تقول لي انت ايه مطالب الصيادين من حيث ان انت حاسس بيهم وانت عايش معاهم وانت صياد؟ احنا ناس بنشتغل ارزاق يوم بيوم، لو ما جبتش يوم البيت ما ياكلش، فانا عايزين 50 سنه مثلا يطلع له معاش او يطلع له اي حاجه، انما كده هوت ما ينفعش. انت شايف ان هو ممكن يجي منين بقى؟ يعني لازم يكون لك نقابه، لازم يكون لك تامين اجتماعي. ما اقدرش اعمل لان الراجل ارزقي، ولا حالة المركب ولا حالة حاجه.
راجل ارزعي ما بديش حاجه ولا محتاج، ان ما جبتش ال 20 جنيه مش هاكل ولا اشرب ولا اللي وراه ياكل ويشرب، يبقى اعمل ايه دلوقتي؟ طبعا في شهور اللي هي بتاعت حظر الصيد دي برضو، انت بتعمل فيها ايه؟ بقعد ما فيش شغل لان شغل السيارات، بقعد ما يكون هوا بقعد بين 3 ايام من الوقت قاعدين، ولو اجى زياده قاعدين. طب اعمل ايه الوقت؟ هنا مثلا ما يكون في تامين واخر الشهر في فلوس هتبقى حلوه مثلا من هنا ومن هنا، واللي وراه مش هيحتاج لحد. احنا دلوقتي من داخل كابينه المركب، ولقائنا مع محمد الجندي الرئيس، وبرحب بيك في البدايه. اهلا وسهلا الرئيس محمد. احنا النهارده اضطرينا ان احنا نرجع للاسف علشان الموج عالي بتسواها النوى. ايوه احنا دلوقتي رايحين على السواحل اللي احنا منها بنفتش المركب ونخش جوه المرسى بتاعنا. نفتشها الاول. نفتشها اول وبعدين نخش بقى على المرسى بتاعنا، كل واحد لمرسى بيقف عليها يعني. احنا دلوقتي مش رايحين على السواحل اللي قدامنا دي. السواحل اللي هي اللي هتفتشها. فتشنا بقى نخش على المرسى بتاعنا بقى. تفتيش ده ليه بقى؟ عشان خرجنا المسافه البسيطه دي يتم على الرجاله ويتم علينا وكده، والايام وكده والعوده وكلام من ده يعني. العدد اللي طلع معاه ده، العدد اللي طلع هو نفس اللي رجع ولا ايه وكده يعني؟ تم مع الحاجه اللي في المركب وكده. ايوه. طب وانت دلوقتي انا شايف ان انت ما شاء الله عارف اتجاهاتك ولفيت بكل سهوله، رغم ان الامكانيات انا شايفها هنا عاديه جدا. تمام، لقينا هنا الجهاز ستلايت وهنا البوصله وهنا الاسكندير وجهاز السلك كلها طبعا محلول احنا في البر. بس طبعا مع الخبره وكده وانا في البحر على طول عارف ماشي ازاي يعني. يعني انت بتسوق بخبرتك دلوقتي. تمام. بيبقى معاهد يعني وعارف المشي فين وكده يعني. وانت لو تعرضت لاي مشكله هتتغلب عليها ازاي؟ يبقى عارف انا حاجه ما طلبتلهاش بمشي من غير جهاز وخلاص، ابقى عارف انا رايح فين وجاي منين وخلاص. في رحلتنا شفنا وسمعنا من الصيادين مطالب كتيرة جدا. في الاخر اكيد المينا ده محتاج تطوير، او المينا ده وضعه الحالي مش مناسب لحياة الصياد ومش مناسب للثروة السمكية في مصر. استاذ عاطف صلاح، يعني زي ما حضرتك شفت معنا وسمعت المطالب كتير، والمطالب كلها منها يعني اكتر من 90% اللي هو حق مشروع للصياد، او اقل حق علشان يقدر يمارس عمله. في الوضع الحالي للدولة والاتجاه نحو النهوض بالمجتمع عموما ومنه الصياد، هيئة الثروة السمكية شايفة المواني والمصايد ازاي؟ والله فعلا انا عايز اقول لسيادتك بداية يعني ان هموم الصياد هي بالضبط همومنا، يعني احنا يعني تقريبا بنمثل هموم الصياد. اي طلبات بيطلبها الصياد احنا بنحاول نقدم له كل الدعم اللي هو بيحتاجه، حتى مع الجهات اللي هي يعني مش اختصاص الهيئه الثروه السمكيه. يعني الصياد لما بيشتكي مثلا من مشاكل مع التامينات الاجتماعيه، انا كجهه تنفيذيه المفروض ان انا اوجهه على مثلا الاتحاد او الجهه المسؤوله عنه، ولكن انا بتحمل الدور ده وبخاطب الجهات، كل الجهات. يعني الصيادين كان مثلا من ضمن مطالبهم انهم يقللوا سن المعاش، يرفعوا المعاش، يقللوا يشوفوا الضرائب. احنا بنقوم بالدور ده وبنخاطب لهم الجهات اللي تقدر المسؤوله عن الموضوعات دي عشان تيسرها لهم. اما بخصوص مشاكلهم داخل البحر، فاحنا برضو يعني هم يعني نفس الهموم بخصوص البغاز مثلا ومشاكله. فاحنا في جهود دلوقتي موجوده مع المحافظه ان احنا ننشئ مينا جديد في دمياط، على اساس ان هي بتعتبر زي ما قلت لحضرتك تلت اسطول الصيد. في جهود مع المحافظه ان احنا نعمل مينا جديد. بخصوص المركب الغرقان، احنا الحقيقه يعني خاطبنا كل الجهات، لكن وجدنا ان في صعوبه جدا، صعوبه كبيره. لكن مين الجهه المسؤوله في الاخر عن مركب زي دي؟ مركب وغرقانه في المينا وبتكسر بقيه الاسطول. ما نقول لحضرتك احنا حاولنا ان احنا خاطبنا كل الجهات علشان ننتشل المركب، لكن في يعني شركات المقاولين العرب وهي قناه سويس وكل الشركات قالوا ان في صعوبه جدا، ما فيش معدات تقدر تشيل تنتشل المركب. وكان اخر اجتماع تم مع كل القيادات المسؤوله ان تم الاتفاق على ان القاعده ان القوات البحريه هتفجر المركب تحت الميه،
بما طبعا لا يضر بالثروه السمكيه طبعا، ان في تقنيات معينه ان ما فيش حل غير انها تتفجر تحت الميه، واحنا خاطبنا القوات البحريه في هذا الشان وهم موافقين ومرحبين وما عندهمش اي مشكله، وان شاء الله ده هيتم قريب جدا. احنا حاولنا كل المحاولات اللي انشالها لكن صعب، فهو ده الحل الاخير ان شاء الله، ان القوات البحريه هتفجر المركب عشان ما تعوقش الرحلات.